خش عليا بكوفيد 19 وانا اوريك مناعه التنانين. بص انا بفطر فيتامين وما يفرقش معايا كوفيد 19. كوفيد 19 يا ابني على مين؟ اخره شويه فياجرا على اسبرين. فياجرا. المهم ده كان شعار المصريين الفتره اللي فاتت، وعشان كده يعني كورونا فيروس وكوفيد 19 ما شاء الله بقلشنا على الاخر. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. يلا بينا. احنا هنتكلم النهارده على كوفيد 19 او كورونا فيروس وكل المصطلحات والتعبيرات بالانجلش اللي مرتبطه بيه. قلنا قبل كده مرارا وتكرارا كتير جدا ان انت لو عاوز تطور اللباقه بتاعتك لازم دايما اي حاجه بتقابلك اي حدث تحاول دايما تترجمه وتتكلم عنه بالانجلش، لان انت طول ما انت بتفكر بالانجلش اللباقه بتاعتك هتتطور، لان انت بتحاول تترجم كل حاجه حواليك بالانجلش. طيب اول حاجه، ازاي تقول ان واحد عنده كوفيد 19 او كورونا فيروس؟ في كذا طريقه. ممكن تقول he has coronavirus، he has coronavirus، او she has covid 19. ممكن تقول برضو I have covid 19. عاوز مثلا تقولها بطريقة تانية، I tested positive for COVID-19، يعني أنا عملت اختبار وطلع إيجابي. I tested positive for COVID-19. طب لو أنت عملت اختبار وطلع سلبي، I tested negative for COVID-19. دي أول حاجة، إزاي تقول إن أنت عندك أو حد عنده كورونا فيروس أو COVID-19. اول تعبير معانا عن الفيروس الكورونا، ازاي تقول انا عندي كورونا فيروس او حد تاني عنده كورونا فيروس؟ الموضوع سهل جدا، بتقول I have COVID-19، وممكن تقول كورونا فيروس برضو، I have coronavirus. He has coronavirus او he has COVID-19. اوكي، ممكن برضو تقول بطريقة تانية خالص، ممكن تقول مثلا I tested positive for coronavirus، أو he يعني هو tested positive for coronavirus. طيب لو عمل اختبار وطلع سلبي ما عندوش، هتقول مثلا he tested negative for COVID-19، أو I tested negative for COVID-19. كلمة symptoms، خد بالك ان البي هنا ما تنطقش، symptoms. symptoms يعني الاعراض، ودي كلمة بتكرر كتير جدا مش بس في الكورونا فيروس، مع الامراض عموما. اوكي، من الاعراض بقى بتاعت الكورونا فيروس او الكوفيد 19 ان انت يبقى عندك temperature، يعني I have a temperature، يعني انا درجة حرارتي عالية. ما تقولش high، I have a high temperature، غلط. just I have a temperature، يعني انا درجة حرارتي عالية. he has a temperature، هو درجة حرارته عالية. دي من الاعراض او ال symptoms. لو حبينا نحط symptoms في جملة هنقول مثلا one of the coronavirus symptoms is cough. one of coronavirus symptoms is كاف، واحد من اعراض الكورونا فيروس الكحة. في بقى ثلاث كلمات تانيين مرتبطين ببعض، كلمة outbreak وكلمة epidemic وكلمة pandemic. التلاتة بمعنى وباء او انتشار للوباء، بس بيبقى ثلاث مراحل. outbreak ده بيبقى في حتة صغنونة خالص، يعني لسه في مدينة مثلا. لو حبينا نقول جملة فهنقول مثلا ايه، there was an outbreak of coronavirus in Wuhan City. Wuhan City المدينة اللي انتشر فيها الفيروس، بس ال outbreak لسه حاجة صغنونة. طيب بعد ال outbreak بيبقى ايه؟ بيبقى فيه epidemic. epidemic يعني على مستوى الدولة بس ما انتشرش في دول تانية. لو هنحطها في جملة، there was or there is an epidemic in France. لو مثلا لو في وباء بس في فرنسا بس. طيب الموضوع لو انتشر بقى وطلع بره خالص، يعني بقى منتشر في دول العالم كلها زي ما حصل دلوقتي، يبقى اسمه pandemic. example: coronavirus or COVID-19 is now a pandemic. احنا عندنا pandemic في مصر دلوقتي؟ لا، احنا في مصر عندنا بنتفشخ مش pandemic.
isolation أو quarantine بمعنى حظر أو حجر. يبقى عندنا تاني isolation أو quarantine. You should stay in an isolation in case you have COVID-19. Gatherings يعني التجمعات. خلينا نحطها في مثال. The government needs to ban gatherings. يعني الحكومة محتاجة انها ban, دي كمان كلمة جديدة, انها تمنع التجمعات. الكلمة اللي بعد كده كلمة stock up on, ودي بمعنى تخزن, انك تخزن اكل كتير في البيت او تخزن حاجات كتير عشان انت مش عاوز تطلع او عاوز تعمل لنفسك زي ما قلنا isolation لغاية لما الفيروس او الجائحة دي تنتهي ان شاء الله. لو مثلا عاوزين نقول I will stock up on grocery أو food. I'll stock up on food, يعني هخزن food في البيت, and stay home, وافضل في البيت. Contagious معناها معدي, صفة بمعنى معدي. مثال سهل جدا, COVID-19 is contagious. لو الفيديو عجبك please share and like, واللي مش هيشير يعني إلهي يا رب يجيله COVID-19 وياخدوه في الحج ويقعد يتفرج على الفيديو بتاعي تاني هناك وساعتها بقى يشيره. اوكي, I'm just kidding. لو الفيديو عجبك please share and like. That's all and wish you all the best. Bye.